بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي أصدقاء قناة مامي التوتة، ازيكم حبايبي؟ النهاردة جاية لكم فيديو جديد وجميل، هنعمل مع بعض الفطير المطبق المشلتت الشرقي الصعيدي. هنعمل مع بعض أجمل وأحلى فطيرة، فطير خفيف ورقيق ومورق وروعة. شايفين الفطيرة وجمالها؟ فطيرة طالعة من الفرن خفيفة ورقيقة ولونها ذهبي وجميل، وكمان مرقة وطرية ولذيذة، حاجة فاخر من الآخر. شايفين الفطيرة طرية ازاي ولونها ذهبي وجميل، خفيفة رقيقة ومرقة وجميلة. شايفين الفطيرة جميلة ازاي ومن جوة كمان مرقة. هنعمل مع بعض الفطير بكل بساطة. دلوقتي هننزل بحوالي معلقتين من الملح، حوالي كوباية من السكر، وهننزل عليهم بحوالي 5 كيلو من الدقيق. والدقيق هنا كان متعدد الاستخدامات. وهنبتدي نعجن ونضيف المية بالتدريج حسب احتياج الدقيق. هنعجن العجينة كويس جدا لغاية ما تصبح عجينة متماسكة ومتمالكة معانا، والقوام بتاعها هيكون جامد شوية. بعد ما خلصنا عجين ورشينا عليه رشة من الزيت ولمينا العجينة، سيبناها تريح شوية حوالي 5 دقايق. وبعدين اخدنا قطعة من العجينة وابتدينا نفردها. جبنا صينية كبيرة معانا، صينية ألمونيا، وجبنا النشابة الطويلة وابتدينا نفرد قطعة العجين. بنفرد بالشكل البسيط والسهل اللي حضراتكم شايفينه. طريقة الفرد هنا سهلة وبسيطة زي ما شايفين حضراتكم كده معايا الخطوات خطوة بخطوة، وكانت معانا الخطوات سهلة وبسيطة والطريقة زي ما حضراتكم شايفين قدامنا. شايفين طريقة الفرد ازاي؟ بنفرد بنلف على الفطيرة من جميع النواحي ونفردها زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي انتهينا من الفطيرة وكانت اتفردت معانا تماما، وابتدينا دلوقتي نرش عليها خليط من السمنة البلدي والزيت. احنا رشينا عليها زي ما حضراتكم شايفين الكمية المناسبة للفطيرة، لان الفطيرة هنا كان حجمها كبير معانا، وابتدينا نطبقها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبقناها على شكل مربع، ايوه حضراتكم شايفين الطريقة بسيطة ازاي معانا. دلوقتي هنعمل كمان فطيرة تاني مع بعض علشان نشوف الطريقة احسن. خدنا قطعة من العجينة وابتدينا نفردها بالنشابة على ظهر الصينية الألمونيا الكبيرة، وزي ما حضراتكم شايفين برضو طريقة الفرد سهلة وبسيطة. بنلف على الفطيرة من جميع النواحي ونفردها علشان تبقى فطيرة أو تبقى فطيرة مدورة معانا وبالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. بنفرد من ناحية ونلف عليها من الناحية التانية. زي ما حضراتكم شايفين.
الفطيرة بتبقى مدورة معانا علشان بنفردها بالنظام من جميع النواحي. خلصنا الفطيرة التانية وبرضو رشينا عليها خليط السمنة والزيت وطبقناها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وطلعت الفطيرة مربعة معانا، وعلشان كده اسمه الفطير المطبق المربع. دلوقتي انتهينا من كل كمية الفطيرة اللي معانا، شغلنا الفرن على درجة حرارة مرتفعة جدا ودخلنا السجون اللي فيها الفطير في الفرن. الفطير ابتدى ينفخ هنا ويورق معانا ويعلى علشان درجة الحرارة مرتفعة. شغلنا الفرن فوق وتحت، قعد حوالي 10 دقايق وخرج بالجمال والروعة اللي حضراتكم شايفين. شايفين الفطير وجماله، روعة فاخر من الآخر. طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية، ما فيهاش اي تعب ولا اي تكلفة، وكمان ما بتاخدش وقت معانا، والفرد كان سهل وبسيط معانا. شايفين الفطيرة حاجة كده جميلة، فطيرة جميلة وخفيفة ورقيقة ومرقة، وفي نفس الوقت طرية ولونها ذهبي وريحتها جميلة جدا. حاجة كده الجمال عد الكلام. حبايبي لو وصلتوا معايا لغاية هنا في الفيديو واستفدتوا كمان من الفيديو، اتمنى ان حضراتكم تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من قناة مام التوتة. نختم معاكم الفيديو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.